لكن لازم نقف هنا بقى ونقول إذا كانت المهنة دي من أهم المهن في أي دولة في العالم واللي على أساسها بتقوم دول ومن غيرها بتنتهي دول أخرى، يبقى لازم نقف بالتدقيق والتحليل عند كل ما يخص هذه المهنة. إحنا النهاردة بنتكلم عن مهنة المعلم، المدرس، مشاكله، همومه، هو جاني ولا مجني عليه؟ الناس كلها بتجمع ان التعليم في مصر منهار ولا يواكب نظيره في اي دولة مجاورة مهما كان مستواها الاقتصادي والحضاري، رغم ان التاريخ بيذكر ان المدرسين المصريين هم اللي اسسوا نظم التعليم في كل الدول العربية، وتعلم على ايديهم طبعا اجيال عربية بتفتخر حتى الان انها تربت وتعلم على ايد المدرس المصري او المعلم المصري. كعادة هنا في صباح البلد لما بندور وبنبحث في مشكلة بنحاول بكل الطرق ان يكون كل الاطراف الموضوع موجودة. النهاردة ضيوفنا موجودين معنا، كان لازم اننا نلجأ لوزارة التربية والتعليم مثلا عشان ترشح لنا من يمثلها ويعرض وجهة نظر الوزارة وما تقوم به من يعني من جهود خلينا نقول تجاه الحفاظ على كرامة وحقوق المعلم وكمان متابعة المسؤوليات الملقاة على عاتقه. بالفعل تواصلنا مع الأستاذ بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم واللي طلب مهلة علشان يفكر في الموضوع، وبعد كده بقى ده المتحدث مش الوزير على فكرة، وبعدين أخذ يفكر ويفكر ثم أخذ يفكر ويفكر واستمرت المهلة لمدة 6 ساعات تقريبا، بعدها طيح الطلب بتاعنا وكأننا طالبين سلفة مثلا أو ربع جنيه أو سندوتشين نفطر أو يعني المهم أحالنا إلى الأستاذ عمرو شحاتة مسؤول العلاقات العامة والإعلام اللي فتح تحقيق حوالين موضوع الحلقة والمحاور ويقول لنا إيه يعني إيه حلقة عن أوضاع المعلمين، مالهم المعلمين يعني أوضاعهم زي الفل. طيب وتحقيق تاني مطول عن الضيوف الآخرين في الفقرة، مين هيبقى معاكم؟ وفي النهاية مسؤول العلاقات العامة الله يجزيه بالخير مشكورا قرر ان الفقرة مش مهم ملهاش اي مناسبة، حسبنا الله ونعم الوكيل، مش فيهم في اللي احنا بنشوفه. يعني على العموم احنا في صباح البلد بنقول ان دي خطوة من خطوات اهتمامنا بموضوع التعليم في مصر ومشاكل وزارة التربية والتعليم، والبداية مع الركن الاهم زي ما بنقول في العملية التعليمية هو المعلم. هيكون لقاءنا النهاردة مع الاستاذ ايمن البيلي عضو نقابة المهن التعليمية ومؤسس نقابة المعلمين المستقلين، برحب بحضرتك. اهلا بك يا فندم. ايمن ومعانا دكتور بوسينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية، برحب بحضرتك معانا دكتور بوسينة. طبعا انا اسفة على المقدمة العملاقة الطويلة دي، ولكن فكرة اني طبعا ده مهم في مطبات كتيرة، لكن هو ده الحال اللي احنا وصلنا ليه بعد ما يعني نرجو ان الوزراء يبقوا بيعرفوا يكتبوا املة صح، فالمتحدثين يبقوا بيكتبوا حاجات مظبوطة او بيتكلموا كلام مظبوط. على كل الاحوال ده على الخلق القلق، خلينا في المعلم.